بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي لغات، أهلا بكم. معاكم مستر محمد سعيد، واللي هنقوم النهاردة بشرح حلقة جديدة من منهج Geometry Prep 3 Second Term. الحلقة بتاعت النهاردة يا حبايبي هي حلقة سهلة جدا 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 لو أنت فهمت الحلقة اللي فاتت. الحلقة اللي فاتت اللي هي بتاع الـCyclic Quadrilateral، لو احنا فهمناه كويس بكل البروبيرتس بتاعته هنفهم الدرس ده بمنتهى السهولة، لان هو كده كده نفس اللي انا هقوله النهارده هو نفس الحلقه اللي فاتت بس عكسه. انت الحلقه اللي فاتت كنا قلنا ان لو انت اكتشفت انه الشكل اللي قدامك ده سايكليك كوادريلاترال، يبقى ساعتها therefore يبقى من الموضوع ده انا هستنتج ان each two opposite angles are supplementary او السم بتاعهم 180. طب لو انا عكست الموضوع ده، لو انت عندك اصلا من البدايه two opposite angles of quadrilateral are supplementary, then the quadrilateral is cyclic. يعني انت من البدايه خالص انا مديك معلومه او انت حضرتك اكتشفت معلومه بتقول ايه؟ بتقول انه ان الشكل اللي قدامك ده تحديدا ايا كان بقى، هنقول له مثلا كده سنس، لو انت عندك انه الميجر اوف انجل اي بلس ميجر اوف انجل سي اللي قصادها ايكوال 180 او انه الميجر بتاع الانجل بي بلس ميجر اوف انجل دي الاثنين مع بعض ايكوال 180، يبقى ساعتها يا باشا ذيرفور ان الشكل اللي اسمه اي بي سي دي از سايكليك كوادريلاترال. طيب ده كده اول نقطه، تعال نشوف الجزء اللي بعد كده بيتكلم على ايه. طبعا زي ما احنا قلنا هنا خلاص. طيب تعال ناخد اكزامبل بسيط، على يعني حابب ان انا كل ما اشرح حاجه ادي عليها اكزامبل على طول عشان تثبت. ده شكل قدامنا واضح جدا بدون ما انا اتعب نفسي في اي حاجه، هو مديني شكل زي اللي قدامي ومديني ان الخط اللي اسمه ده كاملا اللي اسمه بي سي از ديامتر ان ا سيركل، وما دام هو ديامتر ان ا سيركل وطالع من الستارتنج بوينت لاين او كورد وطالع من الاند بوينت كورد، يبقى ساعتها الانجل اللي اسمها ايه اللي من فوق دي كده هلاقيها ان هي 90. طيب هو بقى بيقول لي اثبت لي ان الشكل اللي اسمه اي بي اكس واي از سايكليك كوادريلاترال. سهله جدا. هو مش انت دلوقتي هنثبت ان الاي دي ب 90 واللي قصادها على طول اللي هي الاكس دي برضه ب 90، يبقى السم بتاعهم 180، خلاص يبقى ده سايكليك كوادريلاترال. فاول سؤال كده ما فيهوش مشكله خالص، تعال نحله مع بعض دلوقتي. اول حاجه هنقول له سنس ان احنا عندنا البي سي از ديامتر ان ذا سيركل ام، يبقى ساعتها وكوما في نفس الوقت برضو ان الميجر بتاع الانجل اللي اسمها بي اي سي از انسكرايبد انجل، يبقى ساعتها therefore استنتج ان الميجر دي تحديدا اللي هي اسمها بي اي سي هكتشف ان هي عباره عن 90 ديجري. وهنقول له بقى سنس انه الميجر بتاع الانجل اللي اسمها بي اي سي اللي هي اللي فوق دي كده بلس، خلي بالك بلس ميجر اوف انجل اللي هي اسمها واي اكس بي. لو انت عايز تقوله من البدايه سنس انه هو هنا قايل لك بيربنديكولار، يعني قايل لك الخط اللي اسمه دي اي دي ايه ده كله كاملا كده بيربنديكولار على البي سي، يعني ممكن كنا نقوله من البدايه كده سنس انه الخط اللي اسمه دي اي بيربنديكولار على البي سي، يبقى ساعتها ذيرفور ان الميجر بتاعت الانجل اللي اسمها واي اكس بي هلاقي ان هي ايكوال كام؟ 90. انت بقى حضرتك اكتشفنا الانجل اللي فوق دي كده 90 واللي هي اسمها بي اي سي بالاضافه لان اللي قصادها ب 90 اللي هي اسمها واي اكس بي، والاثنين الصم بتاعهم 90 بلس 90 يعني معناها 180. ايه ده؟ يعني معناهم ان هما سبلمنتري. يبقى ساعتها therefore بمنتهى البساطه هكتشف انه الاي بي اكس واي بقى الشكل كله بقى اللي هو اسمه اي بي اكس واي الشكل الكوادريلاترال ده هيكون از سايكليك كوادريلاترال. طيب تعال نشوف الجزء اللي بعده او المساله اللي بعدها. اديني رسمه في الامتحان زي اللي قدامنا دي كده يا حبايبي، وبيقول لي كالاتي. انا عايزك اول حاجه، واول حاجه دي هتثبتها بمنتهى البساطه ومنتهى السهوله، هو بيقول لي ان انا عايز اثبت الشكل اللي اسمه ام اكس
سي واي ام اكس سي واي ده كده عايز اثبته ان هو سايكليك كوادريلاترال. طيب على فكره الموضوع سهل جدا، بس تعالوا نفتكر مع بعض من اول درس خدناه خالص في الجيومتري. شايفين الام اكس مش ده كده، ده بيعدي على السنتر وفي نفس الوقت بيعمل بايسكت للكورد، يبقى هيكون نازل بيربنديكولار. على الجانب الاخر الام واي برضو passing through center of a circle and bisects the chord CD، therefore ان ام واي perpendicular على CD، يبقى انا هكتشف ان الحته دي ب 90 وهكتشف ان الحته دي ب 90 وهما الاثنين مع بعض، الاثنين مع بعض ب 180 يعني supplementary، خلاص يبقى الشكل ده cyclic quadrilateral. طب تعالى نقول تاني اللي احنا قلناه دلوقتي. انت دلوقتي يا باشا اول درس خدناه اللي انا قلت لك اهم درس اصلا في الجيومتري كلها، اللي هو اول درس شرحناه خالص في بدايه المنهج. هنقول له كده سنس ان احنا عندنا يا مستر الام اكس، القطعه اللي اسمها ام اكس بتعمل باسنج ثرو سنتر، باسنج ثرو سنتر اللي اسمها ام بالاضافه الى كوما كده، وبتعمل بايسكت للكورد اللي اسمه بي سي. يبقى therefore ان القطعة اللي اسمها ام اكس دي تحديدا هتكون نازلة perpendicular على البي سي، يبقى ساعتها therefore هستنتج ان الميجر بتاعت الانجل اللي اسمها ام اكس سي هتكون عبارة عن 90 ديجري. بالمثل هناك على الجانب الاخر نقول له سنس ان احنا عندنا ام واي passing through الام برضو بالاضافة الى ان هي بتعمل بايسكت للقطعة اللي اسمها سي دي، يبقى ساعتها therefore هكتشف ان الام واي هتكون نازلة perpendicular على السي دي، بالاضافة الى ان انا هستنتج انه الميجر بتاعت الانجل اللي اسمها ام واي سي هلاقي ان هي عبارة عن 90 ديجري. هروح قايل له بقى سنس ان احنا اكتشفنا انه الميجر بتاعت الانجل اللي اسمها ام اكس سي بلس ميجر اوف انجل ام واي سي دي 90 يعني الاثنين مع بعض 180 يعني معناها ان هم سبلمنتري، فساعتها therefore ان الشكل اللي هو انا محدده بالاحمر ده اللي هو اسمه ام اكس سي واي از سايكليك كوادريلاترال. طيب تعال نشوف الجزء اللي بعد كده هو عايز مني ايه. هو هنا يا باشا بيقول لي اثبت لي ان الانجل اللي اسمها اكس ام واي اكس ام واي، يعني نجيب كده لون بنفسجي فين الانجل اللي هو عايزها اللي هي دي كده اللي انا عامل عليها كيرف دي يا باشا، عايز يثبت ان هي زي بالظبط الانجل اللي اسمها بي اي دي بي اي دي اللي هي دي كده، عايز اثبت ان الانجل دي كده زي الانجل دي كده. طيب الموضوع سهل جدا، كل الحكايه ان انت هتعمل كومبيرنج بتوين تو سايكليك كوادريلاترال، بمعنى ان انا دلوقتي انت خلاص اكتشفت لي ان الكوادريلاترال الاحمر ده از سايكليك، يبقى على طول زير فور كده، يبقى انا هستنتج ان الميجر بتاعت الانجل اللي اسمها اكس ام واي بلس اللي قصادها على طول اللي هي بلس ميجر اوف انجل سي، الاثنين مع بعض بكام يا باشا؟ ب 180، ودون نقول عليها مثلا نمبر 1. وهنقول له يا باشا سنس انه السيركل باسنج ثرو ذا بوينتس بي وسي ودي واي ذيرفور ان الشكل، يبقى ساعتها استنتج ان الشكل اي بي سي دي از سايكليك كوادريلاترال. وهنقول له سنس ان الشكل اللي اسمه اي بي سي دي از سايكليك، يبقى انا ساعتها ذيرفور هستنتج ان الميجر بتاعت الانجل سي بلس الميجر بتاعت الانجل اللي قصادها اللي هي اسمها ايه اللي هو هنا مديالي بثلاث حروف اللي هي اسمها بي اي دي، يبقى بلس ميجر اوف انجل بي اي دي، هكتشف ان هما الاثنين مع بعض ايكوال كام يا باشا؟ 180. طب ما ايه ده، ثواني بقى كده، هو مش انت عندك الانجل دي بلس السي يديك 180؟ اه. وعندك الانجل دي بلس السي يديك برضو 180؟ ايوه. خلاص يبقى هو اكيد يعني هما الاثنين ايكوال، يبقى therefore from 1 و 2 ان الميجر بتاعت الانجل اللي اسمها اكس ام واي هلاقي ان هي ايكوال ميجر اوف انجل البي اي دي. طيب جميل جدا، السؤال اللي بعده. الشكل قدامي ده كده يا حبايبي، بصوا ما دام مدخل لي البارلل
يبقى على طول كده وانا مغمض هكتشف ان انا يا اما هستخدم الالترنيت، يا اما هستخدم الكورسبوندنج، يا اما هستخدم الانتيريور اللي هو يا اما حرف الزد، يا اما حرف الاف، يا اما حرف اليو، وطبعا كلنا اكيد عارفينه يعني اللي هو بتاع بريب وان. طيب تعال نشوف مع بعض هو عايز مني ايه بالظبط. طبعا مديني شكل وواضح انه القطعه اللي اسمها ام دي بتعمل بايسكت للكورد، واضح ان ده بارلل ده، واضح ان البي سي تانجنت للسيركل، كل دي معلومات. هنا بيقول لي عايز اثبت ان الشكل اللي اسمه اف بي سي دي از سايكليك كوادريلاترال. طب فين الشكل اللي هو عايزه يا مستر؟ واحده واحده كده، اي بي سي دي اهو، هتقله تاني اهو، اي بي سي دي، الشكل اللي باللون الاحمر ده تحديدا عايز اثبت ان هو سايكليك كوادريلاترال. طيب جميل جدا، عشان اثبت ان الشكل اللي قدامي ده سايكليك كوادريلاترال، يا اما حضرتك خلاص بقى احنا بنطبق كل ده، بنطبق على الملحوظه الاولى اللي احنا اشتغلناها، ان انا عايز اطلع تو انجل هما الاثنين قصاد بعض يكونوا السم بتاعهم 180. ماشي، اول حاجه يا باشوات الشكل اللي قدامي ده هو سهل عليا جدا ان انا استخدم الخاصيه بتاعت اول درس خالص، يبقى انا هكتشف ان الام دي بيربنديكولار، يعني انا هكتشف ان الانجل دي 90 دلوقتي زي كل مره احنا بنشتغلها. اذا انا لازم اثبت الانجل اللي قصادها اللي هي اسمها بي دي كده، لازم اجيبها ان هي ب 90. طب اجيبها ازاي يا مستر؟ هقول لك. انت اول حاجه مش عندك البي سي تانجنت، واحنا قلنا اي تانجنت في العالم بيعمل تانجنت للسيركل وبيكون راديوس او ديامتر نازل عليه، يبقى ساعتها انا هستنتج ان الحته دي كده بيربنديكولار والحته دي برضو بيربنديكولار. اه طب ما انت يا باشا الحته اللي هي اسمها او المشر بتاعت الانجل اللي اسمها ام سي بي، انت لما استنتجت ان هي ب 90 يبقى الانجل بتاعت البي دي برضو هتكون ب 90. ازاي يا مستر؟ هقول لك ازاي. هو مش انت عندك حرف اليو اللي هو ام سي بي اي، ده مش كده حرف يو؟ يبقى دي لما بتكون مثلا 90 يبقى اللي جنبها بقول 180 ماينس 90 بقى هتديك برضه 90. طب يبقى تعالى كده واحده واحده نشتغل على الموضوع ده. اول حاجه انا هستخدم زي ما احنا قلنا اللي هو الدرس الاول، يعني انا هقول له كده سنس ان احنا عندنا القطعه اللي اسمها ام دي باسنج، خلاص بقى باسنج ثرو سنتر اوف ا سيركل كوما، وفي نفس الوقت ان هي بتعمل بايسكت الكورد اللي اسمه سي اي. طيب يبقى ساعتها ذيرفور انه الام دي خليها ان هي نازله بيربنديكولار على السي اي، يبقى ذيرفور ان الميجر بتاعت الانجل اللي اسمها ام دي سي هتكون عباره عن 90 ديجري، ونخلي بالنا بعد كده. خلاص انا كده اكتشفت ان الانجل دي كده ب 90. اوكي تعالى نستخدم اللي بعد كده. اللي بعد كده هنقول له سنس ان احنا عندنا البي سي ستريت لاين تانجنت تو سيركل ام، يبقى ساعتها ذيرفور ان الام سي اللي هو الراديوس اللي نازل على التانجنت هيكون بيربنديكولار على التانجنت، يبقى ام سي بيربنديكولار على البي سي، يبقى ساعتها ذيرفور هستنتج ان الميجر بتاعت الانجل اللي اسمها ام سي بي، ام سي بي هتكون عباره عن 90 ديجري. واروح قايل له بقى سنس مش انت عندك يا عم الحاج الخط اللي اسمه اي بي بارلل للخط اللي اسمه ام سي؟ طب يبقى ذيرفور ما انا ممكن بقى كده في الحاله دي اعرف اجيب ميجر اوف انجل بي او ميجر اوف انجل اي بي سي هتكون عباره عن 180 ماينس 90، فهكتشف ان هي 90 وتروح زي الشاطر كده كاتب لي ان انا استخدمت الانتيريور اللي هو حرف اليو. طب يبقى انت دلوقتي يا باشا عندك ملحوظه مهمه جدا في السؤال دلوقتي، انت اكتشفت ان الانجل دي كده ب 90 واكتشفت ان الانجل دي كده ب 90 وهما الاثنين قصاد بعض، يبقى ساعتها هقول له هنا ايه؟ هقول له سنس ان الميجر بتاعت الانجل بي دي كده، لما اجي اعمل عليها بلس ميجر اوف انجل ام دي سي الاثنين مع بعض هيكتشف ان هم 180، يعني معناها سبلمنتري، يعني معنى كده ان ذيرفور الشكل اللي اسمه اي بي سي دي از سايكليك كوادريلاترال. السؤال اللي بعده، ده شكل مديهولي، طبعا كل الطلبه اول ما تشوف الشكل ده تقول لي انا مش عارف احل اي حاجه يا مستر والسؤال صعب وتقعد تعيط في الامتحان.
على الرغم من ان فكرة السؤال سهلة قوي 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 فوق ما تتخيله يعني، بس انت متعود ان انت يجيلك شكل معين في الامتحان اللي هو نظام حافظ مش فاهم. تعال مع بعض كده نركز في السؤال وهنلاقيه سهل جدا والله. اول حاجة يا باشا، انت عندك كذا حاجة بارلل، يعني عندك كذا قطعة دلوقتي قدامك بارلل، وانا قلت لما بيديك بارلل يبقى انت هتستخدم اكيد يا اما زد يا اما يو يا اما اف. طبعا هنا مفيش اف خالص، لكن ممكن يبقى فيه زد، ممكن يبقى فيه زد. هو اولا بيقول لك ان ده بارلل ده، يعني الحته دي ايكوال الحته دي، وبيقول لك برضو ان من فوق ان اي دي ايكوال الاي بي، يعني معناه ان انا هلاقي الانجل دي كده زي الانجل دي كده. بس على فكره دي فكره السؤال كله والله اللي انا قلته دلوقتي، انت متخيل ده فكره السؤال اصلا اللي انا شرحتها قدامك دلوقتي. تعال نكتبها وبعد كده نشوف احنا هنستنتج ايه. اول حاجه انا هقول له سنس، اكتب له بقى كل البارلل ده. يبقى therefore ان الميجر زي ما احنا اتفقنا الانجل الاولانيه اللي هي بالكيرف الاحمر اسمها اف دي سي، يبقى اف دي سي ايكوال ميجر، وفي الانجل اللي تحتها دي كده اسمها دي سي بي، هما الاثنين دول كده ايكوال، بالاضافه الى ان ميجر اللي فوق بقى اللي هي اسمها اي دي اي هلاقي ان هي ايكوال ميجر اوف انجل. عايز تقول له ايه على طول ماشي، عايز تقول له دي اي بي ماشي. المهم خلاص انا كده ثبت ان التو انجلز دول ايكوال. طب بص بقى يا باشا، هو هنا مديك معلومه مهمه جدا، بيقول لك ان الانجل اللي اسمها اي دي اي، اي دي اي خلي بالك ان هي اي دي اي، يعني هي خلي بالك الانجل اي دي اي بلس الانجل اللي اسمها سي دي اف اللي هي اف دي سي. المهم يعني بيقول لك التو انجل اللي قصاد بعض دول الاثنين مع بعض ب 180. طب ما هو بالعقل كده يبقى اكيد برضو ان الاي مع السي برضو ب 180، يبقى ذيرفور ان الميجر بتاعت الانجل اللي اسمها اي دي اي بلس ميجر اوف انجل السي دي اف اللي هم يا حبايبي تاني اوضحها للجميع، وبيقول لك ان الاثنين دول مع بعض ب 180 اللي هو قصده يا باشا على ده وده، قصده على الانجل دي والانجل دي الاثنين مع بعض ب 180، يبقى برضه الاي والسي ايكوال 180 لان كده كده دي زي دي ودي زي دي. فبالتالي هو بيقول ان الاثنين دول مع بعض ب 180، يبقى ساعتها ذيرفور برضه ان الميجر بتاعت الانجل اللي اسمها البي احنا عايزين نقولها على حسب الحروف اللي احنا قلناها، خلاص يبقى الميجر بتاعت الانجل اللي اسمها دي اي بي هلاقي ان هي ايكوال الميجر بتاعت الانجل اللي اسمها دي سي بي، سوري ان الاثنين مع بعض ب 180، الاثنين الصم بتاعهم برضو هيكون ب 180. لو انت عايز تقول لي ميجر اوف انجل ايه على طول بلس ميجر اوف انجل سي على طول الاثنين ب 180 برضو ماشي. طيب يبقى ساعتها استنتجت ان الاثنين اللي قصاد بعض سبلمنتري، يبقى ساعتها ذيرفور ان الفيجر اللي اسمه اي بي سي اي بي سي دي is cyclic quadrilateral. طيب في معلومه بعد كده بتقول لي ايه، معلومه بسيطه جدا يعني ايه زي نظام ايه على السريع كده يعني، يعني مش هندي عليها اكزامبل ولا هندي عليها حاجه بس يكفي ان احنا نعرفها سريعا كده بتقول ايه يعني. طيب هو اول حاجه الشكل اللي قدامنا ده الام بي زي البي ام، الام بي زي الام دي اللي هو الخط ده زي الخط ده. هو بقى بيقول لي ايه يعني قبل ما يعني دي استنتاج اصلا، هو بيقول لي ايه لما انت يكون عندك شكل كوادريلاترال بالشكل ده وعندك تو انجلز ب 90 يعني دي 90 ودي 90، هو بقى بيقول لك الديامتر او الخط اللي بيصل ما بينهم هنا كده اللي بيقسمهم لحتتين مع بعض ده بيسمى ديامتر، بحيث بقى ان انت هتلاقي ان الام بي راديوس والام دي راديوس والبي دي كلها ديامتر، وممكن برضو لو وصلت الام اي بالام سي برضو هيكونوا زي بعض لان انا اكتشفت ان الام دي بقى بتسمى سنتر اوف سيركل. يعني هو بيقول لك في حاله ان لما يكون عندك كوادريلاترال وعندك فيه تو انجل ب 90 يبقى الخط اللي بيصل او بيقسمهم لحتتين اللي هو ده كده لو جينا وصلناه ده كده يبقى اسمه ديامتر، والبوينت اللي في النص دي اسمها سنتر اوف سيركل، بحيث ان ام بي ايكوال ام دي ايكوال ام اي ايكوال ام سي كل ده بيسمى ريس. ماشي نيجي بقى للنوعيه الثانيه. النوعيه الثانيه الحلقه اللي فاتت كنا قلنا انه
لو انت عندك ان الشكل اللي قدامك ده سايكليك كوادريلاترال، يبقى انا هستنتج ان الميجر اللي كانت من بره دي كده كانت هتبقى تكون ايكوال اللي جنب اللي قصادك، ونحن بنقول كده اللي جنب اللي قصادها. فبالتالي احنا بقى نعكس الموضوع النهارده، بيقول لك if the measure of exterior angle of vertex of quadrilateral. وعلى فكره ان هنا قلت quadrilateral لان انا ما اعرفش هو دلوقتي سايكليك ولا لا. انت عندك quadrilateral عادي، لو انت اكتشفت ان في exterior angle من الفور vertex بتوعه او الفور vertices بتوعه، اكتشفت ان في angle exterior منه، هتكون is equal to measure of interior angle at opposite vertex، يعني اللي جنب اللي قصادها. Then the figure is cyclic quadrilateral. يبقى ساعتها في الوضع ده هكتشف ان الشكل الكوادريلاترال ده is cyclic. ف احنا ممكن نشتغل على الموضوع ده since و therefore، يعني ان انا اقول له كده since احنا في الوضع ده تحديدا لو انت عندك الميجر بتاع الانجل اللي اسمها سي بي اي لقيتها ان هي ايكوال ميجر اوف انجل دي، يبقى ساعتها therefore ان الشكل اللي اسمه اي بي سي دي is cyclic quadrilateral. تعال ناخد اكزامبل على الموضوع ده، اكزامبل بسيط يعني. مديني شكل زي اللي قدامي وبيقول لي كالاتي. الشكل اللي قدامي ده كده طالب مني ملحوظتين او طالب مني حاجتين، بيقول لي اثبت لي ان الشكل اللي اسمه A B M C، الشكل ده كده is cyclic quadrilateral، بالاضافه الى ان اثبت لي ان الترينجل اللي اسمه M C D اللي هو الصغير ده كده is isosceles. طيب تعال نشوف الجيفن بيقول لي ايه. بيقول لي ان الاي بي تانجنت، سوري ماشي، تانجنت هي زي تاتش كده، ماشي الاي بي تاتش او تانجنت والاي سي تاتش او تانجنت للسيركل. طب على فكره وانا مغمض عيني، يعني وانا مغمض عيني، يبقى ما دام ده تانجنت يبقى هو الراديوس اللي هو اسمه ام سي هيكون بيربنديكولار على التانجنت، والراديوس اللي هو اسمه ام بي هيكون بيربنديكولار على التانجنت. يبقى خلاص يا عم مبروك عليك، ده 90 وده 90 والاثنين قصاد بعض السم بتاعهم 180، يبقى الشكل ده is cyclic quadrilateral. بعد ما حضرتك تثبت لي ان الشكل ده cyclic quadrilateral، هكتشف حاجه مهمه جدا. ايه هي بقى؟ شايفين الانجل اللي انا عامل عليها كيرفين دول؟ هتكون نفس الانجل بتاعت الايه. ليه؟ لان هي دي اسمها اللي جنب اللي قصادها، يعني بتبقى ايكوال الانتيريور بتاع الاوبوزيت بتاعها. فبالتالي الانجل دي هتكون زي الانجل دي، يبقى الانجل دي 45، يبقى الانجل دي الحته دي كده 45، وانت عندك ان ده كان بيربنديكولار يعني دي كده 90، يبقى انا هستنتج ان الانجل بتاعت الدي دي كده 180 ماينس 90 بلس 45، باكتشف ان دي برضه 45، يبقى ساعتها انجل ايكوال انجل، يبقى سايد ايكوال سايد، يبقى ده ايسوسلس. بس انا حليت لك السؤال اهو في ثانيه، في ثانيه. تعال نحل بقى كده واحده واحده مع بعض. اول حاجه هنقول له ان الاي بي ماشي تاتش زي ما هو كاتب، تاتش ذا سيركل M، يبقى ساعتها therefore ان الراديوس اللي بينزل على التاتش او التانجنت ده اللي هو MB هيكون نازل perpendicular على ال AB، يبقى ساعتها therefore هستنتج ان الميجر بتاعت الانجل اللي اسمها MBA هتكون عبارة عن 90 degree. بالمثل هنقول له since ان ال AC touch the circle M، يبقى ساعتها therefore ان القطعة اللي اسمها MC هتكون نازلة perpendicular على التانجنت اللي هي اسمها AC. وممكن نقول له AC ray على فكرة، يعني هيكون نازل للآخر بما فيها ال D يعني. يبقى ساعتها therefore ان الميجر بتاعت الانجل اللي اسمها MCA هتكون عبارة عن 90 degree. وهكتشف بقى نقول له since ان الميجر بتاعت الانجل اللي اسمها MBA لما اجي اعمل عليها بلس مع الميجر اللي اسمها ام سي اي، الاثنين مع بعض هيدونا 180 ديجري. يبقى يا عم مبروك عليك ذيرفور ان الشكل اللي اسمه اي بي سي اي بي ام سي از سايكليك كوادريلاترال. ماشي كده حضرتك ثبت لي ان الشكل ده سايكليك كوادريلاترال، وما دام يا مستر حضرتك ثبت لي خلاص ان ده سايكليك كوادريلاترال، يبقى ساعتها therefore ان الميجر بتاعت الانجل اللي اسمها A اللي هي 45 دلوقتي، هلاقيها يا مستر ان هي زي الميجر بتاعت الانجل اللي اسمها D M
سي، والاتنين مع بعض يا مستر هكتشف ان هما ب 45 ديجري، ويبقى ساعتها ديرفور ان الميجر بتاعت الانجل اللي اسمها دي هتجاب عن طريق 180 minus 90 plus 45، يعني كده كده الانجل اللي اسمها ام سي دي ب 90، يبقى ساعتها هكتشف ان الانجل بتاعتي 45. هنا بقى ساعتها هنقول له سنس ان الميجر بتاعت الانجل دي لقيتها ان هي زي الميجر بتاعت الانجل اللي اسمها دي ام سي، وكل واحده منهم ب 45 اللي هو انجل ايكوال انجل، يبقى ساعتها ذيرفور ان سايد ايكوال سايد اللي هو السي ام هيكون ايكوال السي دي، يبقى ساعتها ده ايسوسيلس، بس ساعتها الترينجل ده يكون از ايسوسيلس. الشكل اللي بعده تعال نشوف بيعبر عن ايه. طبعا دي مساله سهله جدا مش محتاجين ان احنا نحلها. ليه؟ لان انا هحكي اورال دلوقتي. انت عندك شكل وعندك الاي بي از ديامتر، الخط ده ديامتر، وعندك الاي سي تاتش للسيركل. فانا هقول له اول حاجه سنس ان الاي سي تاتش للسيركل او الاي سي الاي سي تانجنت للسيركل، يبقى ساعتها الراديوس او الديامتر كله اللي هو اسمه بي اي هيكون بيربنديكولار على الاي سي. يبقى ساعتها انا هستنتج يا حبايبي ان الانجل اللي اسمها اي دي كده بكام يا باشا؟ ب 90. اروح مطبقين الدرس الاول خالص اللي احنا خدناه قبل كده. انت عندك القطعه اللي اسمها ام اي باسنج ثرو سنتر اوف ا سيركل اند بايسكت از اكورد دي بي، يبقى ساعتها هستنتج ان الانجل اللي اسمها ام اي سي از 90. يبقى ساعتها الشكل اللي اسمه الام اي سي اي ده فعلا هيكون سايكل كوادريلاترال. ليه؟ لانه الميجر بتاع الانجل اللي اسمها ام اي سي بلس ميجر اوف انجل اي الاثنين مع بعض هيديكوا 180، لان دي ب 90 ودي ب 90، يعني الاثنين مع بعض ب 180، يعني الاثنين مع بعض ار سبلمنتري، يعني انا طبقت كده خاصيه من خاصيه السايكليك كوادريلاترال، يبقى الشكل ده سايكليك كوادريلاترال اللي هو اسمه الام اي سي اي. طيب سؤال سهل جدا ما فيهوش مشكله. دي تحديدا احنا خدناها بالتفصيل الممل في الدرس اللي فات او الدرس اللي قبله، ان لما يكون عندك شكل بالمنظر اللي انا هرسمه لك دلوقتي. شكل زي ده كده. خدناه طبعا كتير جدا الاي، خدناه بالتفصيل الممل في الحلقه اللي فاتت اي بي سي دي. وانا بقول لك لو انت بقى اكتشفت ان الانجل دي كده ايكوال الانجل دي كده وهما الاثنين بيحتوى على نفس البيز اللي اسمها بي سي، يبقى ساعتها الشكل اللي اسمه اي بي سي دي از سايكليك كوادريلاتر، وخدناها بالتفصيل الممل في الحلقه اللي فاتت. اذا انا عندي بصفه عامه اربع حالات عشان اثبت ان الشكل ده سايكليك كوادريلاتر. تعالى سيبك من اول حاله دلوقتي هنرجع لها بعدين. الحاله نمبر 2 بتقول لي if there are two equal angles in measure drawing on one base او in the same base يبقى ساعتها الشكل ده is cyclic quadrilateral اللي هو الشكل من النوعيه دي كده يعني. هنا برضو النوع اللي بعد كده بيقول لك if two opposite each two opposite angle او two opposite angle لقيتهم ان هم are supplementary يعني السم بتاعهم 180، يبقى ساعتها الشكل ده cyclic quadrilateral. وحلينا زيه برضو كتير جدا. لو انت لقيت برضو ال exterior angle of any vertex او any of its vertices equal the measure to او equal in measure to measure of interior angle at opposite vertex، يبقى ساعتها اللي هي اللي جنب اللي قصادها، فساعتها هستنتج ان الشكل ده cyclic quadrilateral. كده نكون خلصنا حلقتنا النهارده. استنونا في الحلقه الجايه لان هي حلقه مهمه جدا، واتمنى لكم كل التوفيق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.